هل نعتبر الوراثة في هذا الموضوع خلينا نقول من ضمن الأسباب الرئيسية لو ما تعتبر من الأسباب الرئيسية، بس يعني هل هناك وراثة بالموضوع؟ أكو ارتباط ما بين بعض الأمراض اللي تسبب خلل هرموني هرمونات. يعني هاي تعتبر من الأسباب مو الشائعة. بعض الأمراض اللي يكون بها خلل هرمونات واللي تؤدي إلى مشاكل في الخصية نفسها تكون مرتبطة بالعامل الوراثي، بس هاي طبعا مو من الأسباب الرئيسية، بس نقدر نقول موجودة. إذا هي ماكو أني يعني بالوراثة أي أنه أكو هيج موضوع، لا أي بالوراثة أغلب ممكن الحالات الشائعة لا، ما لها علاقة. أكو مرض يعني معين. مو أنه مثلا واحد عنده ضعف انتصاب، يعني هذا الشيء متوفر بالعائلة كلها، لا لا مو هيك شيء. مو يعني هيج. بس أكو بعض الأمراض الخاصة اللي خلينا نقول الأمراض الخاصة بالخصية نفسها تكون العلاقة بالغدة مالتها تكون متعلقة بضعف الشهوة الجنسية، تكون أحيانا وبالتالي العلاقة جينية وراثية، بس هاي طبعا نادرة نادر. يعني. نعم.